السلام عليكم. الموضوع ديال اليوم هو الخوف، الخوف من المستقبل، الخوف من الناس. كاينين الناس عندهم خوف مرضي، كاينين الناس مساكن عايشين في احياء شعبيه كيشوفوا الويلات من الخوف الحقيقي. هذا كنسميه خوف حقيقي، لانك عايش مع بنادم قنبله موقوته يقدر يضيعك ويضيع راسه، ما عندوش جرام المشكل. الخوف من البشر اون جينيرال، الخوف من المدير ديالك. كاينين الناس في الادارات خدامين تيوقف قدامه الباترون ديالو ولا السوبيريور ديالو كيبدا يترعد، يديه كيبدا يترعد. وهادشي انا شفتو بعيني. شنو اللي خلى يديه يترعد؟ هذا التساؤل كان كيطرح ليا في دماغي. انا كنت كنشوف واحد السيد كيوقف قدام الباترون كيبدا يترعد، كنرومارك عليه في يديه، كنشوف هذاك الباترون كيبان ليا انسان، وتنشوف هذاك الانسان كنلقاه رسم لذاك الباترون الزاج اله، داكشي علاش ولا كله كيترعد. وغنرجعوا للنقطه ديال علاش داك السيد كيترعد وخايف من البشر، علاش غنرجعوا ليها من بعد. المهم سيادنا، الخوف الاصل ديالو ربي زرع فينا الخوف في القلوب ديالنا الداخل باش ما ناكلوش بعضياتنا، هو واحد الاشاره ديال الخطر. يعني الخوف كينبهك ان كاينه شي حاجه خطر عندك، فاش كتخاف الداخل يعني راه داكشي ديال الله عز وجل كيحذرك ان شي حاجه راه فيها الخطر عليك. ولكن الله عز وجل راه دار الخوف هي باش ما ناكلوش بعضياتنا، وداروا شي حوايج اللي كيكون فيهم فريمون خطر، ماشي شي حوايج اللي انت رسمتيهم في دماغك وعطيتيهم للمخيله ديالك ولاو كينعكسوا عليك بالخوف. راه كاين فرق هنا، حيت مثلا واحد كيتخيل السيناريوهات الخايبه، مثلا تيتفرجي في الفيديوهات ديال بنادم مذبوح، ديال هذا ضربات طوموبيل، هذا التكريسه، هي تيتفرج في السوشيال ميديا. اللاوعي ديالك عامر بواحد السيناريوهات سيئه. نهار انت تشوف شي واحد ديز من حداك هز جنويه، رجليك يبقى وقف قفولك رجليك يبقى وقف قفولك من التحت. علاش؟ حيت انت درتي في دماغك اوتوماتيكمون دوك السيناريوهات اللي شتي في الفيديوهات، حطيتي راسك انت في داك السيناريو، قلتي صافي انا غيتقطع لي راسي بحال داك الفيديو اللي شت، انا غيدير لي بحال داك الفيديو اللي شت. هنا انت المسؤول على الخوف ديالك، ماشي هذا هو سبب وجود الخوف. الخوف العادي ديال البشر هو فاش كتشوف شي حاجه خطر كتجيك بحال شي الارم، ديك اللعبه ديال عندك هنا راه كاين خطر. هذاك الخوف راه ما معناهش انك بدا ترعد وتفقد السيطره، هذا خوف مرضي. هنا ديباسيتي الخوف، هذاك الخوف هو انذار ليك انت باش دير واحد الرياكسيون فاصل داك الحدث اللي انت تنبهتي عليه. بمعنى خاصك ترياجي. اذا فاش كنبغي الرياجي خصني بعدا نكون انسان سوي ونكون انسان مكالمي. الا انا خايف ما غنرياجيش مزيان، الا انت خايف كترعد ما غترياجيش مزيان في اي سيتياسيون كيما بغات تكون. يعني حنا دابا هنا كنهضروا على داك الخوف الاصلي ديال الخوف من البشر، الناس اللي كتخاف في الاحياء الشعبيه، الناس اللي كيخافوا من البشر. انا عشت في حي شعبي 30 سنه، شفت بزاف ديال السيناريوهات خايبين بزاف، ما يمكنش نحسبهم، ولكن بزاف ديال بنادم مذبوح، بنادم تقطعت ليه يدو، بنادم قطع ليه رجلو، بنادم تضرب في راسو، بنادم تكريسه، بنادم شفت انا بزاف ديال السيناريوهات ديال بنادم جاي سكران فقد السيطره بدا يضرب في عباد الله من الطرف. شفت هادشي بزاف على مدار سنوات. هنا نقدر نقول لك هذا خطر. في الاحياء الشعبيه كاين خطر حقيقي اللي فري خصو يخليك تخاف، ولكن تخاف بمعنى تكون حريص على انك ما تتاداش، بمعنى تكون حريص على انك ما تطيحش في ديك البلاصه اللي فيها المشاكل، بمعنى انك ترياجي فيت فاش تشوف شي اكسيون ماشي تلهي. ماشي الخوف اللي يخليك مشلل في بلاصتك، راه كاينين الناس بقوه الخوف ديالو ما كيقدرش يتحرك من بلاصته. انا راه حضرت الناس في مواقف في حياتي ديال مدابزات حومه مع حومه، شت ناس كانوا معايا ما بقاش قادر يتحرك، ما بقاش صافي تفيكسه انت في ارض المعركه والمدابزه هو صافي تسموك. علاش؟ ليماجيناسيون ديالو كبير، كيتخيل راسو غيدبحو، يعلم الله شنو كيتخيل. الحل هنا هو دوك التصورات اللي انت اللي كدير في دماغك لداخل، داك الحوار ديالك مع راسك ودوك السيناريوهات اللي لداخل. اول حاجه انا كنصح بها خش بنادم بقى يشوف دوك الفيديوهات ديال الذبيحه، ديال الضرب والجرح، ديال الكسايد، ديال هادو ممنوع عليك تشوفهم الا انت فيك داك الخوف المرضي. علاش؟ حيت هادو كيزيدوا غير يجعلوك تكون خواف اكثر، ما كيخليوكش ترياجي مزيان، حيت انت فين ما كتكون دايز فشي بلاصه ولا كتشوف شي اكسيون ماشي تالي كتحط راسك في داك السيناريو. بمعنى العقل اللاواعي ديالك اش كيقول لك؟ غتضرب، غيطرى لك بحال داك خونا، اوتوماتيكمون كتخيل راسك ضحيه، ما تخيلتيش راسك بطل، ما قلتيش لا،
انا هاد السيد هذا جاي هاجم عليا بالجنويه، راه غنرجع كنجري نهز جوج حجرات، انا غلبته حيت انا هز جوج حجرات هو راه هز الجنويه، ما نخليه كاع يقرب عندي، نشير عليه بوحده فيهم غتجي غنجيبو عبار. انت ما تخيلتيش راسك هنا انك كديفوندي على راسك، لا انت تخيلتي راسك في لوتر كوطي ديال انت غتموت، انت تضربتي. داكشي علاش هو فاش كيجي عندك انت صافي تتقبل، انت صافي كاين اللي كيسخف كاين اللي كيطيح على حساب شنو تيتخيل الداخل ديالو. الحل هنا في جوج حوايج، الاولى هو دوك التخيلات خاصك تحيدهم، دوك السيناريوهات الخايبين. ما كنقولش انا ما توقعش سيناريو خايب، ولكن توقع سيناريو خايب اللي في الحلم ديالك وفي التخيل ديالك تلقى ليه الحل، كون انت البطل، ماشي تخيل سيناريو خايب اللي انت مهزوم فيه. نتمنى تكون وصلت هذه الفكره واخا شويه معقده. النقطه الثانيه اللي من بعد انك ما خاصكش تخايل وما تشوفش شي حوايج اللي كيخليوك تخلع، هو خاصك تعمر قلبك بالله. علاش؟ حيت الله عز وجل كيتبتك في المواقف. كاينه شي حوايج غادي تنهضر عن تجربه، حيت شحال من حاجه كنهضر فيها تيسحب البنادم راه هادشي مدوزو عايشو في الزنقه، ما تنحلمش ولا شي تنقولو من الداخل. فاش تكون قلبك عامر بالله عز وجل كتثبت، داك الخوف ما كيجيكش، بحال ربي تيتبتك. والدليل، الدليل الله عز وجل ذكر في القران ديال ان في بعض المعارك ديال المسلمين مع الكفار قال لك ان فقدفنا في قلوبهم الرعب. ها هذه نقطه مهمه جدا، ديال ان الله عز وجل كيقذف الرعب في قلوب الناس الظلامه، الناس اللي كيظلموا ربي كيقذف فيهم الرعب. ما كيكونش شجاع، هذا اللي كتشوفوا في حي شعبيه الجنويه وظالم كيتحرك، هذاك راه كيحركوا غير القرقوبي، هذاك القرقوبي اللي كياكلو كيقتل ليه الاحساس، كتولي انت لاعب بالاحساس، هو ما لعبش معاك بالاحساس، ومالغري داكشي اللي واكل هو راه كيبقى بنادم، راه ما يخرجش سته ديال اليدين ولا سته ديال الرجلين، خاصك انت ترياجي نورمال باش تقدر دير الحل لراسك. يعني فاش كتكون عامر قلبك بالله وكتكون انت على حق، مثلا كاينين سيناريوهات انا شفتهم في احياء شعبيه ديال بنادم خارج تخرج فيه بنادم ضربه بجنويه ما داير ليه والو، عسكري الاخر باغي يموت باغي ينتحر انفجر خرج بدا تيضرب في عباد الله في الشارع، راه هذاك اللي تضرب في الشارع راه على حق، راه هو مسكين غادي يعني يكون رياجي مزيان ما تجيش فيه، حيت غير رياجي مزيان غيلعب معاه مزيان غيفانتي غيمشي يهز حجرات غيهرب، الهروب راه نص الشجاعه بعض المرات، المهم يرياجي ما يبقاش صافي مفيكسي. اذا قلنا جوج حوايج، ما خصكش تخيل سيناريوهات خايبين وما خصكش تكون قلبك ما عامرش بالله، ضروري خص تكون داير الله لداخل ديال قلبك ان ربي اللي كيتحكم في تفاصيل الامور وان كاع البشر ضعيف وربي هو القوي. وهذه نقطه مهمه جدا. هذا فيما يخص الخوف العادي، الخوف العادي من البشر في الاحياء الشعبيه في الاماكن العموميه، كاينين الناس خوافين كيشوفوا شي اكسيون كيديروا ترعدوا، كاين واحد الخوف اللي زايد نغزا شويه هو داك الخوف ديال الانسان من الباترون ديالو، على ديك القصه ديال السيد اللي كنت نشوفه انا اون فاس الباترون تيترعد، كنت نشوفه في بيرو، كنت نشوفه في بيرو كنكونوا جالسين في بيرو كندور كيبان لي يديه كيترعدوا، وكنت نحلل هذه القضيه بزاف في راسي كنقول علاش خونا تيترعدوا يديه. من بعد تحليل عميق شنو اكتشفت؟ هذاك الباترون ما غيجبدش الجنويه ولا فرده وغيضرب الاخر غيقتلو ولا كيهدد ليه الحياه ديالو بشكل زعما في الفيزيك ديالو كيهدد ليه الفيزيك ديالو، لا هذاك السيد اللي كيترعد لداخل العقل ديالو كيقول ان ذاك الباترون هو رب الامال ديالو، كيقول هذاك الصالير في يدي عاقد عليه الامال بزاف وكيشوف هذاك الصالير كيحل ليه مشاكل، كيشوف بزاف الحوايج، يعني ذاك الكونتاك ديالو مع الباترون كيبان ليه شي حاجه كبيره، كيقول هذا اللي يقدر يصدر قرار يجري عليا مشيت، سيرتو الا كان غارق بالكريديات كيبقى ايماجيني هادشي في الدماغ ديالو، يعني صافي تيولي ما تيشوفش ان الرزاق هو الله وان هذاك غير سبب، لا كيولي يشوف ان هذاك هو اللي في يديه الرزق ديالو، داكشي علاش كيبقى مستريسي ما قادر يتحرك حيت خايف يصدر الاخر شي قرار ديال سير الله يعاونك طرد. وهذا راه نوع من العبوديه، هذا راه نوع من الشرك الخفي، حيت انت عقدتي الامل على ذاك الباترون كيسحب لك، راه هو اللي بيدي الرزق ديالك، راه قال لك من تضعضع لغير الله ذهب ثلث دينه، يعني الا بقيتي تترعد لشي واحد من غير الله عز وجل وتتبحلس ليه وتت راه مشالك الثلثين ديال الدين ديالك. هذا النوع الثاني ديال الخوف، وهذا اللي شائع بزاف في المجتمعات ديالنا، اللي عنده شويه ديال القرمومه اللي عنده مصالح كبار
المهم الانسان، الانسان كيعبد الانسان والعباده ديالو ليه كيخاف منه. راه هادشي علاش جاو الانبياء، الانبياء جاو باش يقولوا للبشر بلي راه كاين اله هو اللي كيتحكم في تفاصيل الاشياء، هو اللي خالق هاد المخلوقات كاملين، هو الاحق بالعباده ماشي البشر. وهادشي علاش تحاربوا الناس، وهادشي علاش تقاتلوا، وفي الاخر كتجي كتلقى انسان كيترعد من الباترون ديالو. علاش؟ حيت الداخل كيما قلت لكم في اللاوعي ديالو كيتخيل ان بيديه الرزق ديالو، كيتخيل ان بيديه كاع القرارات. اذا بقوه ليماجيناسيون اللي لداخل كيولي كيترعد. فاش كتشوف بنادم تيترعد هكا، الخلاصه ديال الموضوع باش ما تخافش، الخوف واحد الحاجه فينا. انا عندي الخوف ديالي، عندي اشعارات بالخوف، فاش كنحس بالخطر كيجي الخوف لداخل ديال قلبي، ولكن كنكونترولي حيت بقوه لي زيكسبيريونس اللي عشت في حياتي، ودابزت بزاف في البيريود ديال الليسي، عشت دوزت بزاف، دابزت مع بنادم هز عليا جنويات، دابزت مع بنادم حومه مع حومه، بزاف ديال لي سيناريو في حياتي خلاوني تعلمت حاجه وحده، ان الخوف تقبلو راه حاجه طبيعيه فينا كبشر. خليه لداخل في القلب ديالك، لا رياكسيون ديالك فاصل داك الخوف قرار بيديك انت، وفيه داخله فيه حتى المعتقدات ديالك انت اش تعتقد انت. الا تعتقد ان الله عز وجل هو القوي وان البشر كل ما عنده باش يضرك ولا ينفعك، هنا راك كتكون انسان ثابت، كتكون انسان مفيكسي، الاعمده ديالك مغروسين في الارض، ما يزعزعكش البشر، واخا يدير شي رياكسيون ماشي حتى ليه، هذاك الخوف اللي كيجيك في القلب ديالك هذاك راه انذار بالخطا. شنو كتسنى ديك الساعه انت؟ كتسنى دير رياكسيون، راه لكل فعل رده فعل، انت شنو غتر هاجم عليا، غنسكيفي، غندير شي حركه، اذا انت اللي كتحكم في داك القرار ديال رده الفعل. الا بقيتي مكوانسي وقتلك هذاك الخوف ما تقدرش تحرك حتى خطوه. يعني هنا الخوف هذاك اللي هضرنا عليه من البشر خص قلبك يكون عامر بالله، وفاش يجي الخوف لداخل ديالك حاول ما امكن تكونتروليه. راه الخوف تيتكونترولا بذكر الله، راه الا فقدتي السيطره ذكر الله، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لداخل ديالك، والله تتواقد، لان الله عز وجل فاش كتذكره كتثبت. بالنسبه للخوف الثاني اللي هو الخوف من البشر على المصالح اللي باترون وما الى ذلك، ولا يارشي ديال بنادم جو سي با، في هذا الاتجاه ديال المصالح، هذا الخوف هذا انت السبب فيه، لانك عقدتي الامال بزاف على ذاك البشر، واللاوعي ديالك عمرتيه بسيناريوهات كثيره على ذاك البشر، وغرقتي كريديات حتى ولا ذاك البشر تيبان لك هو الحل، الا مشى تجرع لك ضعتي. هنا راه انت السبب في هذا الخوف ديالك. الحل هو تخرج راسك من داك التفكير اللي انت طحتي فيه، بمعنى تقول شوف الرزاق الله عز وجل، انا جاي للخدمه كندير الواجب ديالي، وهذاك السيد كيستافد مني، كون ما كنتش انا تريب هاد الشركه هادي، اذا انا عندي واحد الحق عليه، والواجبات راه كنديرهم، ندير اللي عليا، والاحترام كيبقى احترام، ولكن فاش نوقف معاه نديفوندي على راسي، والا غيجري عليا باي باي، رزاق الله. هنا كطلب شجاعة باش فريم ولا شي مرة بغا يرياجي معاك بشي طريقة ماشي تا ليه، وهضرتي معاه بأسلوب صريح وكنتي إنسان صريح، ربي غيثبتك وغيدير لك مخرج وتقدر تبتالى باش تعرف الحقيقة ديالك، واش فريم أنت مثبت ولا لا. الابتلاء يقدر يكون أنك تدور مع الدور يجري عليك، ما بعد يجري عليك تما فين غتعلم دروس في الحياة، تما فين غتعلم مرة أخرى ما تزعزعش البشر، واخا يكون عنده ما عرفت شنو، ما سوقناش شنو كيدير، باترون انت تثبت، لان الرزاق هو الله، ولان عمرتي قلبك بالله غيثبتك وغيخليك شجاع. نتمنى الموضوع نكون ناقشتو من جوج جهات وفيه بزاف ديال النواحي. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.